بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بزوار ومتتبعي القناة. اليوم سوف نقوم بشرح طريقة كيف يمكن لنا أن نقوم بإيجاد الايدي الخاص بصفحة الفيسبوك والبروفايل الخاص بالفيسبوك. كما ترون فقد قمت بنسخ رابط الرابط الخاص بالبروفايل الفيسبوك، ثم نقوم بالذهاب إلى هذا الموقع ونقوم بلصق الرابط، ثم نقوم بعمل ريسيرش وننتظر حتى يتم إعطاؤنا الاي دي الخاص بنا. دونك كما ترون، اذا في هذا هو الاي دي الخاص بالبروفايل الخاص بحساب الفيسبوك الخاص بنا. الان سوف اقوم بالذهاب الى صفحة الفيسبوك هي كذلك من اجل ايجاد الاي دي الخاص بها. هذا الاي دي الذي نحتاجه في الكثير من المواقع والاشياء الاخرى. اذا سوف نقوم بالدخول، اولا سوف نقوم بالدخول الى صفحة الخاصة بنا. كما ترون هذوما الصفحات الخاصة بنا، نقوم بالدخول ثم ندخل الى البروفايل الخاص بالصفحة. إذن كما ترون هذا هو الرابط الخاص بالصفحة، وهذا سوف أقوم بعمل نسخ له ثم الذهاب إلى الموقع، هذا الموقع الرائع، ثم نبحث. وكما ترون هذا هو الرابط أو الاي دي الخاص بنا. كما ترون هنا فإنه يعطينا الاي دي الخاص بالبروفايل والاي دي الخاص بالجروب ثم الاي دي الخاص بالباج.